منذ إعلان اللائحة الجديدة لمحاربة ظاهرة الغش، وهي تثير جدلا واسعا من ردود الأفعال، فما بين دفاع الوزارة بأنها اتخذت بتدبر، يرى بعض المهتمين بالشأن التربوي أن التعسف يكمن في الحرمان من جميع المجالات الدراسية في حال ارتكاب عقوبة واحدة. اللائحة فيها شوية يعني شوي من التعسف على الطالب، كون انها يعني اذا قش في مادة يحرم من جميع المجالات الدراسية، لكن هذه الناحية يعني احنا ارتئينا الناحية القانونية فيها. الطالب في حال محاولته للقش بدأت الحين تتساوى عند الامور في حال محاولته للقش واذا ارتكب القش، فاذا حاول القش وارتكب القش تكون العقوبة واحدة وهي حرمانه من جميع المجالات. احنا هذه النقطة شوي اللي احنا مستصعبينها، ان هل يعاقب الطالب الذي يحاول القش نفس الطالب اللي قش بالفعل ويحرم من جميع المجالات؟ يحرم المتعلم من درجتي الامتحان والأعمال وترصد له الدرجة 0 في جميع المجالات الدراسية، عقوبة تطبق للمخالفة التي تندرج ضمن القائمة الأولى. بما أن القش يعد ظاهرة سلبية تزعزع النظام التعليمي في البلاد، فكيف بدت انطباعات أولياء الأمور تجاه هذه اللائحة الجديدة؟ طبعا في تعسف في جحود، انت هي مادة واحدة غش فيها حرمة من المادة، ليش تحرم المواد كلها؟ ليش سقط المواد كلها؟ مادة واحدة حرمة من المادة. أخطأ في مادة يعاقب على المادة اللي أخطأ فيها، لكن يعني كون أنه تعب مثلا تعب المواد كلها ويروح تعبها بلاش عشان مادة مثل زل فيها ولا أخطأ فيها وهذا وتروح عليه مجهوده كله، أظن فيها فعلا تعسف. التفت يمين يسار وفي شوية تعسف مثلا من المدرس أو كذا، ودي يسقطون بباقي المواد ويكون طول السنة ناجح، عم فيها حرام يعني ظلم للطالب. بينما تضمنت اللائحة القديمة حرمان الطالب من المجال الذي تقع فيه المخالفة مع احتفاظه بدرجات الأعمال والسماح له بدخول الدور الثاني، فإن المهتمين بالشأن التربوي وأولياء الأمور يأملون من المسؤولين الرجوع إليها. للتلفزيون المجلس عبدالله العنزي.